ده ليمار، ده ليمار، هذا سؤال هام جدا، ها بنجيبه دائما بالامتحان. العامل المسبب له اول شيء صلحوا كتابته، هلا بكتب لكم اياه على الغرفه. ليمار ما بالطفز، هو مكتوب ليمير ليمار. بسبب جرثومه لا هوائيه اسمها المغذيه المنخره، هو انتان خسري في الوليد الوداجي الباطن، تمام، بيعطي نقائل خسريه للرئتين، بيساوي لنا صمات. علاجه شق الخراجات جراحيا، هي ما هي موجوده ضيفوها، منعاجه بالبنسلين وسيفالوسبورينات جيل ثالث. رايكم ايش افضل علاج، السيفالوسبورينات ولا البنسلين؟ طبعا البنسلين، لانه الجرثومه لها هوائيه، البنسلين بيأثر على اللاهوائيات أكثر من السيفالوسبورينات جيل ثالث، وبآخر شيء بنشق الخراجات جراحيا. هذا داء ليمار، إذا إصابة صمية أو إنتان خصري في الوريد الوداجي الباطن، يعطينا نقائل أو صمات للرئتين. يا جماعة التهاب الوسط الوسطى كثير هام، وبنشوفه كثير بحياتنا، وإن 10-30% من انتانات طرق التنفسية العلوية بصير عنده انتانات طرق التهاب اللوزات الوسطى. هون مكتوبة غلط، أشياء اختلاط لانتان الطرق التنفسية العلوية والتهاب اللوزات والبلعوم. أشياء اختلاط شو هو؟ الالتهاب اللوزات الوسطى هو انتان طرق التنفسية العلوية. منشوفه حتى عمر 6 سنوات، بعد 6 سنين بتناقص. ليش بتناقص؟ لأنه نفير أستاش بيبدأ بصير أحسن. عند الأطفال بيكون أقصر وأكثر أفقية، بسهل انتقال الانتان. بعد لا بصير أطول. التهاب اللوزة الوسطى له شكلين، كرونيك وأكيوت. الشكل الحاد الأشعة هو المستذبية النزلية، الأتشفيو، المروكسيلا، ولا تنسوا المكورات رئوية 30%، وهي أشعة سبب ما منضافة ونضيفوها. أشعة سبب حكيناها صار 100 مرة. التهاب اللوزة الوسطى هو المكورات الرئوية 30%. الالتهاب المزمن أشعة سبب هو الزوائف الزنجارية. إذا جبنا سؤال بالامتحان أشعة سبب التهاب اللوزة الوسطى الحاد المكورات الرئوية، التهاب الأذن الوسطى المزمن الزوائف الزنجارية، ويمكن تسبب لنا مكورات المذهبة. عوامل الخطورة في التهاب الأذن الوسطى: الأعمار من 6 أشهر إلى 2 سنين، للذكور، العرق الأبيض، عادة الطبقات المتدنية اجتماعيا والفقيرة، الإرضاع الوالدي هو عامل وقاية، على العكس إرضاع الببروني هو عامل خطورة. في فصل الشتاء بنشوفه، وأحيانا في بعض التشوهات التشريحية مثل شق شراء الحنك، بعض التنازلات مثل داون، عدم أخذ اللقاح لأنه قلنا المستدمية النزلية إلى اللقاح، الرئويات صحيحة، الديسل إلى اللقاح. بتوقع أنا بعد 10 سنين مثل ما حكينا سابقا تصير المروكسيلا، لأنه حاليا عم نلقح الرئويات، المستدمية النزلية سابقا من 2000 دخلوا لقاحها، غالبا بعد كم فترة يصير المروكسيلا هي الأشياء حاليا الرئوية الحاد. طبعا في إضافة أخيرة، الدور الحضانه، الاولاد بالروضه، تماس مع اطفال مصابين يمكن ينصاب، تشوفوا ولد انصاب ابنه كل اولاد الروضه بينصابوا. الشكل الحاد بيجينا بعد القريب بشغله اسبوع على شكل حراره عاليه، قلنا ونعيد ونكرر ذهاب الحراره ثم عودتها في الانتانات التنفسيه العلويه بين قوسين القريب هي دليل اختلاط، واشياء اختلاط هو التهاب الاذن الوسطى. اذا راحت الحراره ورجعت اجت بعد قريب هذا التهاب الاذن الوسطى. طبعا التهاب الاذن الوسطى بيسوي نقص سمع، بوح السي توصيلي هون بيكون. طبعا الم في الاذن، اندباج وتغيم في غشاء الطبل وفي الاذن الوسطى، صلحوها في كتاب. اندباج وتغيم اذا درستوها اكيد بالاذنيه، وفرجاكم اياها الدكتور محمد عجاج بالاستاجات شلون بندمج غشاء الطبل، تمام. طيب بقي شو حكينا؟ لازم نكون يا جماعة على ثقة تماما. هذا كتير بيجينا حالات سريرية في حياتنا العملية، طفل أمه بتقول لك إنه بتوجعه، بتقول لك بلعب له بإذنه بسكت، هذا مو التهاب أذن الوسطى. أذن الوسطى في ألم بالأذن، دارت له إذنه صوته بصيره بعزاز، من ماري عزاز بوصله. التهاب الأذن الوسطى الأذن ممضة،
وامه بتقول لك يا دكتور ابى العب له بدنه بسكوت، بتلعب له بدنه، اي واحد لعب له بدنه بينبسط، الولد عم ينبسط، كون مبغوص بتلعب له بدنه بينبسط بسكوت شوي، كون جوعان بتلعب له بدنه بينبسط بسكوت شوي، اذا اللعب الاذن وسكت الولد ما يلتهب اذن وسطه. انتبهوا بكره بيجيكم بحياتكم عمليه كثير، بتقول لك يا دكتور ابني الدنيا عم يوجعه، كل ما بلعب له في يوم بسكوت، بالعكس التهاب الاذن الوسطى اذا لعبت له بدنه او دارت له بدنه شو بيصير؟ شو بيصير يا جماعه قلنا؟ بيصير الم شديد. واضحه؟ احيانا في عندي التهاب الاذن الوسطى مصلي بيكون بعد التهاب فيروسي. التهابات الفيروسيه دائما بتسوي لنا قريب وسهل، بتشوفوها كثير، بقول لك الولد عم يسعل ومقرب ومرشح ومسهل، خلص عرفوه وحاله عامه جيده، هذا انتان فيروسي. المزمن يمكن يساوي الانسقاب غشاء طبل، عاده بدوم اكثر من 6 اسابيع. حكينا اشياء سبب هو اللاهوائيات او الزوائف الزجاريه، يعني عقوديات مذهبه، بصير عندي سيلان كريه الرائحه، بس اللي صارت تشر 6 اسابيع خلاص هذا مزمن. طبعا بالتنظير يعني بالفحص بالمنظار، ما بصير تفحص والاذن الوسطى بتشر الا ما تنطفوها، بتنشفوها بشاش وبقطن شاش، بتنشفوها بشاش بتطلعوا بتشوفوا انسقاب بغشاء الطبل. ما يميز التهاب الاذن الوسطى المزمن الحراره غائبه طيفوها او خفيفه، طيفوها اضافي. بكره بنجيب لكم اي سؤال، الحراره بالتهاب الاذن الوسطى شو بتكون؟ غائبه او غير موجوده؟ طيب اهم يا جماعه كثير هام، اهم علاج في التهاب الاذن الوسطى المسقوبه يعني هو التنظيف، تنشيفه. ابن عم بتشور دائما بفتايل شاش بتطفوا له اياها، اذا ما في شاش في البيت يمكن قميص قطني بتقصصه امه يكون مغسول ونظيف وتنشف له اذنه. الاطراف الاذنيه ما بنعطيها الا في الالتهابات المزمنه، تمام؟ في الصوره هاي. طيب العلاج طبعا الخط عم نحكي على علاج الحادة، أموكسيسيلين 40 إلى 45 ملي على الكيلو 3 مرات في اليوم، أحيانا نوصل بجرعات 80 إلى 90. العلاج 10 أيام، مدة العلاج هامة. ها هي بنجيبها سؤال، مدة العلاج هذا عم نحكي على التهاب الحادة. خط ثاني ما استفاد على الأموكسيسيلين، يمكن نعطي بالتلاكتام وعلى رأسه السولباكتام مع الامبسيين او الاوغمانتين. الخط الثالث يمكن نعطي سيفالوس بودينات جيل ثاني، جيل ثاني سفروكسيم صلحوها، سفروكسيم 30 ملي على الكيلو. الخط الرابع هو الجيل الثالث 50 ملي على الكيلو لمده 3 ايام، جرعه عضليه وحيده كل يوم نعطيه. واضحه؟ اذا عندنا 4 خطوط بالتهاب الاذن الوسطى. ما سوي دكتور روسيفليكس، روسيفليكس اخر خط، اول خط اموكسيسيلين، ثاني خط اوغمانتين، ثالث خط سيفروكسيم جيل ثاني، اخر خط هو السيفالوسبورينات. هذا بجوز نجيب لكم اياه ترتيب. تمام، بجوز نجيب لكم اياه سؤال، رتبوا الخطوط العلاج، خط اول، خط ثاني، خط ثالث، خط رابع. تمام، شو بتتعالجوا الاذن الوسطى؟ انا هو الخط الاول، انا هو الخط الثاني، انا هو الخط الثالث، انا هو الخط الرابع. اذا الخط الاول اموكسيسيلين، الخط الثاني اوغمانتين او سولباكتام، الخط الثالث سيفالوسبورينات جيل ثاني، الخط الثالث والاخير الرابع والاخير هو السيفالوسبورينات الجيل الرابع. طيب اختلاطات التهاب الاذن الوسطى، اشياء اختلاط هو نقص السمع التوصيلي، هذا سؤال، شو اشياء اختلاط؟ نقص السمع التوصيلي اذا الولد ما بيسمع، تمام، هذا اشياء اختلاط. التهاب جيوب، التهاب خشاء، التهاب حنجره، خسره وريد جانبي، تمام، شلل عصب وجهي، خراج دماغي، ضيفون هذول اللي عم بحكيهم مو منضافات كلهم ضيفون، شلل عصب وجهي، خراج دماغي، خراج فوق الجافية، استسقاء دماغ،
أزلي المنشأ، أحيانا استسقاء دماغ أزلي المنشأ. الله، في عندي التهاب تحت الصخرة، عندي شلل عصب خامس سادس، هدول ما مرتبات هيك بهالشكل، ألم خلف المقلة. تمام، في عندي شيء اسمه التهاب قمة الصخرة. تمام، شو هذا التهاب قمة الصخرة؟ عشان نرجع نعيد، هدول اشخطون هالسطرين من عند زياد عظم منوقي. أو تنازر، بسموه تنازر جاردينيو. شو هو تنازر جاردينيو؟ هو التهاب قمة الصخرة، بيكون على شكل شلل عصب خامس وسادس، ألم خلف المقلة، خضر في نصف الوجه العلوي، وشفع. ليش بصير عندي شفع؟ شفع في عندي إصابة العصب السادس وسليان قيحي من الأذن. إذا جبنا لكم إياه قصة سريرية وجبناها سابقا، هذا طفل كان عنده التهاب أذن وسطى، صار عنده شلل عصب خامس وسادس، ألم خلف مقلة، قدر في نصف الوجه العلوي، وشفع وسيلان قيح من الأذن. شو التشخيص؟ هو تنازر جاردينجيو أو التهاب قمة الصخرة. واضح زملاء؟ هذول هيك السطرين هذول غلطة. هذا هو التهاب قمة الصخرة أو تنازر جاردينجيو، واضحة؟ طيب، نحكي على التهاب الأذن الخارجية. عادة بيصيب السباحين، تعرض مديد للمياه. كل شيء عم بحكيه ما هو موجود ضيفوها. بيصيب السباحين، الغشاء بيكون سليم، القناة متوزمة، بنطلع غشاء الطبل بيكون سليم. العلاج قطرات مسكنة لدكائين، هو بنعطي قطرات مسكنة. بتشوفوا القناة السبع الخارجية متوزبة وغشاء الطبل طبيعي، هون تعطي لي دوكائين، أوتيباكس، إيش بسموها، أوتولينا، إدروكسيل، الأطرات الموجودة في السوق. واضحة التهاب الأذن الخارجية؟ كتير سهلة، إنه الطفل أو يافع، ما في يافعين سباحين أو حتى كبار، أو مو بيشتغل منقذ في المسبح، طفل بيلعب بسباحة كتير، بيسبح، عنده بركي، عنده مزرعة، كل يوم بيسبح، بصير عنده التهاب الأذن الخارجية. بنطلع الأذن الوسطى ما فيها شيء غشاء، فقط القناة متوزمة، والعلاج هون لدوكائين. التهاب الجيوب، أشياء جيب صار حكيناها 100 مرة. بالتهاب هو الجيب الغربالي، وأنا هذا دائما بنجيبه سؤال. الجيب الجبهي بعد 6 سنوات، الجيب الجبهي والفكي بسبب لنا التهاب صباخ علوي. عادة كمان يلي انتان طرق تنفسية علوية، ويلي اختلاط، هو يعني اختلاط لانتان طرق تنفسية علوية، أو يلي قريب قد يكون بدئي. الأهم في التشخيص مدة الأعراض الأنفية طويلة، يعني طفل قرب و14 يوم لسه عم فابشر، هذا التهاب جيوب صار، بطل قريب. واضحة الفكرة؟ معي يا زملاء؟ واضحة الفكرة؟ طفل قرب و14 يوم ضل انفو عبشر، هذا صار التهاب جيوب. السيران بيكون مائي ثم قيحي، في عندي حرارة، انفه كان عبشر مي، بعد بدي نشف، بعد صار يشر ايح، في عنده ألم بالضغط على الجيوب. هاي بكرة بتشوفوها، نضغط على الجيوب، إذا حدا حضر معنا بالمشفى بنشوف، نضغط على الجيوب بنشوف فيه ألم، هذا التهاب جيوب. وبصير عندي سعال. ليش بصير عندي سعال؟ الولد ما بيحسن نظف انفه، بصير عنده سر انف خلفي. هذا السبب مو انتهى طرق تنفسية علوية، لا بفيدني مقشعات ولا بفيدني شيء، هذا السبب من التهاب الجيوب. واضحة؟ انفه بطل يشري قدام، حتى صار يشري ورا، ينزل مخاط والقيح على بلعومه، بسعل بسعل ليراجع، هذا من سبب التهاب الجيوب. في عوامل مسببة أو مؤهبة التهاب الجيوب؟ طبعا اللي عنده الربو، اللي عنده الكارتنجر، اللي عنده تحسس، اللي عنده مشاكل في الوتيرة، اللي عنده ضخامة لوزات، اللي عنده نقص مناعة، اللي عنده سيستيك فيبروسيس، هدول كلهم بيصير عندهم التهاب جيوب. واضحة؟ هدول أعراض التهاب الجيوب. أمس جاني رجال كبير، شاب عمره 50-40 سنة، انفه عبشور وما بشخصه له قريب، والتهاب صدر وعم يسعل وكذا، طلعت عنده انحراف وتيرة، ضغطت له على الجيوب طلع عنده التهاب جيوب. طبعا تشخيصه هو طبقي محوري، طلبنا له طبقي محوري، راح عمل طبقي محوري، قال لي ما فيه شيء، كاتب لي تقرير ما فيه شيء، طلعت على صور طبق المحوري، لا في التهاب جيوب. قلت له رجع اقرا التقرير عند دكتور تاني، راح اقرا التقرير عند دكتور تاني، طلع عنده التهاب جيوب. يعني الشغلة واضحة، انحراف وتيرة مع سيران أنفي 15 يوم،
مع الم ضغط الجيوب، حتى لو الطبق المحوري طلع طبيعي شكينا في الطبق المحوري عندنا قراءته طلع التهاب جيوب، والزلمه هلا طيبان وما في منه. طيب يا جماعه الاطفال بنفذ على كل الاختصاصات، الاطفال بتعالجوا في معظم الامراض، لانه نفس التهاب جيوب عند الاطفال عند الكبار عند الكل. طيب شو اختلاطاته؟ هي مي من ضافه ضيفوها، التهاب نسيج حول الحجاج، يمكن يسوي لي حتى خراج حجاج خاصة في حال التهاب الجيوب الغربالية. إذا ضيفوها هي اختلاطاته هي التهاب حول الحجاج بسوينا خراج حجاج، وخاصة في التهاب الجيوب الغربالية. سمعني الصوت؟ تدو جاء اتصال وفصلته. دكتور معك. طيب التهاب الجيوب يمكن تقسيمه حسب السيرا سي او التايم او المدة. اقل من شهر بنسميه حاد، بين الشهر وثلاثة تحت حاد مزمن. واضح الصوت عند حدا؟ دكتور ما ضل في صوت. واضح الصوت؟ الو يا دكتور هلا تمام. ان كان اذا جاني اتصال انقطع الخط. طيب احفظوها، ما هو 14 يوم و15 يوم تخربطوا، اكثر من 30 يوم، اقل من 30 يوم حال، من شهر 3 تحت حال، اكثر من 3 شهور صار اسمه مزمن. طيب شلون تشخيص التهاب الجيوب؟ في عندي معايير، عندي معيارين كبار او معيار كبير واثنين صغار، هدول دائما بجيبهم انا بالامتحان. المعايير الكبار، المعايير الكبيرة، صار أنف خلفي، صار أنف أمامي، انسداد أنف، احتقان، ألم في الضغط، حرارة، فقد شم. إذا عندي معيارين من هدول شخصوا التهاب جيوب. إذا عندي معيار كبير ومعيارين صغار مثل الحمارة سوية بشخصوا التهاب جيوب. شو هن؟ صداع، ألم أذني، حسن امتلاء، ألم أسنان، رائحة فم كريهة، سؤال، حرارة. بكرة بجيب لكم عرضين كبار وعرض صغير. معيارين كبار أو معيارين صغار، لازم تشوفوا يا معيارين كبار أو معيار كبير ومعيارين صغار بتشخصوا التهاب الجيوب. واضحة الفكرة؟ هذا سؤال هام جدا في الامتحان، شلون بتشخصوا التهاب الجيوب؟ اما معيارين كبار او معيار صغير ومعيارين كبار. شو هي اختلاطات التهاب الجيوب؟ التهاب نسيج خلوي حول الحجاج. بنشوف جحوظ، تحدد حركة العين، الم في العين، في التهاب الجيب الغربالي. هاي بنجيبها قصة سريرية حتى في الامتحان. طفل عنده التهاب نسيج خلوي حول الحجاج، عنده جحوظ وعنده تحدد حركة العين وعنده ألم في العين. شو هاد؟ هذا التهاب نسيج خلوي حول الحجاج، وكان عنده سابقا التهاب جيب جي غرباري. هذا التهاب نسيج خلوي حول الحجاج، نشوفه أشع شيء بالتهاب الجيب الغرباري. في اختلاطات أخرى، في طبعا خراج دماغ، التهاب جيوب خطر، يمكن يسوي لي خراج دماغ. أنا بعرف واحد صار معه التهاب جيوب وصار عنده خراج دماغ ومات، كان عمره 20 سنة، هذا الحاكي من 20 سنة، خسر وريد كافي، كمان يمكن موته مميتي، خراج تحت الجافي، كلها اختلاطات مميتي وخطيرة، زيادة عظم منقي. ورم بوفي أو علامة بوت، شو بيكون هاد؟ عبارة عن زيادة عظم في الجبهة، ضيفوها هي، إيش اسمه؟ ورم بوفي أو علامة بوت، شو هذا يعني دكتور؟ هو زيادة عظم ونقي في الجبهة، الجبهة بتكون مثل الحذاء شكلها. التهاب الجيب الجبهي بيساوي لي هذا الاختلاط،
مين مسوي لها الاختلاط؟ التهاب جيب الجبهي، بصير عندي التهاب عظم نقي في الجبهة، بتصير علامة بوت أو ورم بوفي بسموه. العلاج نفس الالتهاب الأذن الوسطى، خط أول أموكسيسيلين، ثاني أوكسيتين، ثالث سيفروكسيم، آخر شيء سيفتريكسون. فقط التهاب الجبهي لأنه بزاوي لي التهاب أو زياد عظم ونقي في الجبهة بنعالجه وريدي. التهاب الجيوب كثير هام مدة العلاج، جدا هام، 14 يوم في الحاد و6 أسابيع في المزمن. هذا بيجي أسئلة دكتور أنت الزمن ما بتطلبه منا، بس هو هام، ما بعالج التهاب جيوب يومين وبتركه، بساوي لي خراج وبساوي لي التهاب بسيج خلوي، يمكن يساوي لي على ورم بوفي، لا 10-14 يوم. طيب يمكن نعطي جرعات عالية، يمكن نعطي جرعات دبل، إمتى نعطيها؟ إذا كان المريض عم ياخذ صادات خلال 3 شهور، الطفل موجود في طور الحضانة، إذا لم يتحسن خلال 72 ساعة، عمره أقل من سنتين، التهاب الجيوب الحاد، هدول كلهم نستخدم جرعات عالية. هذا سؤال كمان، إمتى نستخدم جرعات عالية في التهاب الجيوب؟ إذا لا تنسوا المعايير الكبرى والصغرى، هذا سؤال هام، ومدة العلاج والاختلاطات هامة جدا، وإمتى تستخدم جرعات عالية. نحكي على الخانوق، الخانوق يا زملاء أو الجروب، سموه الجروب أو الصرير الحنجري، إذن سموه الخانوق أو الجروب أو الصرير الحنجري، هو إصابة طرق تنفسية متوسطة، الحنجرة الرغام القصبات، سعال جاف نحاسي، والصرير بيكون شهيقي، يعني تنفس مصوت، هذا اسمه الخانوق. من اسمه هو واحد الى خانوق فيروسي، اذا بضيق اخر سطر هو واحد خانوق الفيروسي، واضح؟ واحد التهاب، ما في كلمة التهاب، الخانوق الفيروسي، اخر شيء اخر سطر شفتوها تبو الخانوق الفيروسي، صفحة 192 اخر سطر، والتهاب الخانوق الفيروسي، واحد الخانوق الفيروسي. اذا الخانوق من اسمه لعدة اشياء ندرسها كل واحدة، اول واحد بسميه الخانوق الفيروسي او الجروب الفيروسي. شو هذا الجروب الفيروسي؟ في اضافات كثير هامة هنا. عادة سن الاصابة الخانوق الفيروسي من 6 شهور الى 3 سنين، وسطيا سنة ونص. اشع سبب برامج في الوزة، اذا الخانوق الفيروسي مين مسببه؟ البرامج في الوزة الاشع، فيروسات اخرى في الانفلونزا حصبة ادينو فيروس. التشخيص سريري، هون في عندي اعراض بادرية، اذا شو هي الاعراض البادرية؟ انت تنفسي علوي. شو المقصود بالأعراض البادرية؟ بيجي الولد مقرب، بيجي عند أحد الدكتورات، مين معنا دكتورات؟ أصلاً ما في غير بنات، كان الشباب ما هو حضراني، برجونا الأسماء، مين بيطلع؟ آسيا، شلون بيطلعون الأسماء؟ إجي عند آسيا، في شباب كمان عفواً، إجي عند آسيا، ولد مقرب، كتبت له دواء قريب وبعتته على البيت، بعد يومين بروح عند دكتور محمود، دكتور محمود شو بصير عنده؟ بيطلع عنده سعال وصرير حنجري وحرارة، تمام، وما عنده حالة سمية ولا شيء. ايش عرفائي كان تحت المحاضرات ما تعرف، هذا ما هو خانوق حنجري. قلنا معظم الامراض تبدأ من تنفس علوي، بعدها بيظهر الشكل السريري الواضح. اذا هذا الخانوق الحنجري ما يميزه اعراض بادرية، قريب بعد كم يوم بصير عندي سعال صرير حنجري حرارة. طيب ما يميزه ضيفه الاضافاتها، ما في حالة سمية، يعني الولد ما هو حالته العامه سيئة، لا ترتفع الكريات البيض أكثر من 20,000، كريات البيض ترتفع بس ما بترتفع بأعداد كبيرة. إذا ارتفعت أكثر من 20,000 وأنا متأكد إنه تشخيصي خانوق فيروسي، معناتها عندي انتان سروي، وأحيانا بترتفع الكريات البيض في التهاب لزال مزمار اللي نحكيها الله لاحقا. إذا الكريات البيض ترتفع فوق 20,000 بالتهاب لزال مزمار، وإذا في عندي انتان فيروسي انتان سروي. المخبري لا فائدة منه عادة، لأنه إن الكريات البيض ما بترتفع كثير. الصورة الصدر الأمامية قلب لا ترتفع أكثر، لا ترتفع، لذلك ما في داعي له. قلنا بترتفع بحالتين، التهاب لسان المزمار أو الانتان السروي، بالخانوق الفيروسي لا ترتفع. إذا المخبرية ما في داعي له، ما يميزه هذا بنجيبه سؤال فحص وصورة. الله عنا يا عندي صورة، أنا أخذها علامة برج الكنيسة أو القلم المدبدب، هي عبارة عن تضيق تحت المزمار، ضيفوها كلمة تضيق تحت المزمار. بصورة الصدر الأمامية الخلفية بنشوف علامة اللساء القلم المدبدب او برج الكنيسه، بفرجيكم صوره شي مره او ذكروني ابعثكم اياها على الجروب، هي وصور القديمات.
بعطيكم صورة علامة برج الكنيسة والقلم مدبدب، هاي بنجيبها سؤال فحص تخرج. طفل كان مرشح صار عنده صرير عمره سنتين وصورته كذا، مباشرة الشباب بيقولوا هذا خانوق فيروسي. العلاج أول دواء بنعطيه هو الدكساميتازون، إذا أول دكساميتازون أكسجين رطب وأدرينالين إرزاز. صادات في دائرة فيروسي برام في الوزة ما فيه، تمام؟ إذا ما بتحسن المريض والتعب نعمل له انتوبيشن، نرجع نعيده الفيروسي. إذا الفيروسي سن إصابته تحت 3 سنين، وسطية سنة ونص، في أعراض بادرية، الحرارة ما بتكون عالية، بعدها بصير عندي صرير وسعال، الكريات البيض ما بترتفع أكثر من 20,000، الحالة ليست سمية، بصورة الصدر علامة القلم المدبدب أو برج الكنيسة، هذا أو علامة برج الكنيسة، هذا بيعبر عن تطيق تحت المزمار. العلاج أهم شيء الدكساميتازول، أكسجين رطب، إرزاز أدرينالين، ما تحسن عملنا نانو انتوبيشن. طيب التهاب لسان المزمار، ما يميز التهاب لسان المزمار في بيعطي مناعة لا يتكرر، حالة مهددة للحياة، حالة مهددة للحياة. لسان المزمار بيكون متوزم أحمر، ومتوزم أحمر شوي، متوزم أحمر ضيف لسان المزمار، صعوبة تنفس، ضيفوا الإضافات اللي عم بحكيها، بيجي بشكل مفاجئ، مهدد للحياة، صعوبة تنفس متزايدة ناجمة عن توزم لسان المزمار. إذن هنيك ما في أعراض بادرية وما عندي حالة سمية، هو بالعكس هنيك مبدأ تدريجي، هو مبدأ مفاجئ، وهو مهدد الحياة، صرير بالذات بشدة ناجم عن توزم لسان المزمار وما عندي أعراض بادرية. العمر من 2 لـ6 سنوات، من 2 لـ6 سنوات الكلام اللي عم بضيفه ضيفوها، ما في أعراض بادرية. أشع سبب هو الهيموفيلز الإنفلونزا والعنقوديات والعقديات، واضح؟ سؤال بجيبوه بالفحص أحيانا، الأولاد المبلقحين بيكون الأتشفيو، الملقحين بيكون الرئويات، واضح؟ نرجع نعيد العامل المسبب. الولد الغير ملقح بيكون الأتشفيو، الملقح بيكون رئويات، بيطلع بشكل مفاجئ، حالة مهددة للحياة، عندي عسرة بلع، عندي ألم في الحلق، عندي صرير، عندي خروج زبد من الفم، إلعاب، صوت البطاطا المسلوقة، بتعرفوا البطاطا لما بتسلق تلوم بتبق بق 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 بق، هذا صوت البطاطا المسلوقة نسمعه. ما في عندي سؤال هون، هنيك في سؤال، ها بالفيروسي بالجرثومي التهاب لسان المزمار، شو ما في سؤال وما في بح الصوت وترفع حروري مفاجئ وصرير وزرقة، وضعية تريبود بيبرك الولد، شايفينها تحت بالصورة، وضعية القوائم الثلاث، يدين للخلف زقل للأمام، عنق بوضعية فرط البسط وفم مفتوح عشان يحسن يتنفس، هاي الوضعية تريبود بسموها، يدين للخلف زقل للأمام عنق بوضعية فرط البسط وفم مفتوح عشان يحسن يتنفس. شوفوا لسان المزمار بالصورة فوق كمان شلون متوزن بالفحص، طبعا هون هام جدا لا يجرى فحص بالعوم لأنه يمكن نسكر له البلعوم، إلا في عندي في غرفة العناية المشددة أنه قد يحتاج تنبيب، ما نعمل له فحص بالعوم. فشفنا واحد جايب صرير مفاجئ وحرارته عالية وعلامة تريبود وبشكل مفاجئ وما في سعال وما في بحث صوت، هذا لسان مزمار، التهاب لسان مزمار. عند الفحص يمنع استخدام خافض لسان، ليش طيب دكتور؟ لأنه يؤدي إلى تشنج حنجرة انعكاسي وانسداد ووفاة، الحكي اللي عم بحكيه ضيفوها، يؤدي إلى تشنج حنجرة انعكاسي وانسداد ووفاة إذا عملنا خافض لسان. التشخيص بالصورة الجانبية للبلعوم، هنيك قلنا بنشوف علامة برج الكنيسة، هو بنشوف علامة بصمة الإبهام، بصمة الإبهام هنيك أمامية خلفية الصدر، هم ناخد صورة جانبية للبلعوم بنشوف علامة بصمة الإبهام. مخبريا طبعا كريات البيض مرتفعة نحو الأيسر، النترون المرتفع. العلاج تنبيب انتوبيشن، تأمين طريق تنفسي، أدوية بتأثر على الأتشفيو مثل السيفترياكسون الميرونيم، يمكن الأمبنسيني مع سولبكتام ضيفوها، الدكسة والإرزاز بالأدرينين هون لا فائدة منه. دائما بجيب قصة يا هو يا الفوقاني، أنا دائما بالامتحان هذا سؤال، هو والفوق دائما سؤال، هو والفوق
هو والتهاب لسان الفيروسي قصة، واحد منهم نجيبه قصة. واضح يا زملاء؟ إذا في واحد فيه أعراض بادرية التاني ما فيه أعراض بادرية، هاد حرارة عيري هاداك حرارة لا، هاداك دكسة وأدرينالين هذا بالعكس تنبيب وصادات لأنه سبب فيروسي. حتى المرضى التماسين اللي عمره تحت 64 نعطيهم ريفامبسين، يعني أخ صار مع أخوه التهاب بسام مزمار أو بالحضانة يمكن نعطيهم ريفامبسين. واضحة؟ هاي اثنين، أول شيء الجروب الفيروسي، ثاني شيء التهاب لسان المزمار، ثلاثة هلا ضيفوا تشنج الحنجرة. تشنج الحنجرة تقريبا مثل التهاب لسان المزمار بس مع فروقات، بيبدأ مفاجئ، ما في أعراض بادرية بس ما فيه حرارة، وبتكرر ثلاث أربع مرات في اليوم، الولد ما فيه شيء فجأة عنده صرير حنجري. الأم تكون نايمة بتقول لك والله دكتور فياني من نومه عم طالع صوت، عم صرير حنجري، يوخذ الطفل من النوم. هي اخذته على المشفى بتحسن على البرد، تيجي تداوض على المشفى الساعه 3 بالليل فاهم ولا صرير حنجري. هي اخذته على المشفى بهالشتاء لانه بيجي بالربيع او الشتاء، هي اخذته بساعه الحراره 2 3 بتحسن على البرد. اذا يؤخذ الطفل من النوم ضيفوه يتحسن على الهواء البارد. الاصابه 3 شهور 3 سنوات، المسببات عوامل تحسسيه يمكن الجور، قلنا الجي اير دي يعني الجور يعني قلاس، نقص الكالسيوم، وعلاجه نفس علاج ايش؟ الخانوق الفيروسي، دكسة ضيفوا علاجها، دكسة ورزاز وهواء رطب. طيب التهاب رابع شيء التهاب بكتيريا قصبات رغامة جرثومي، هذا له اعراض بادرية، له اعراض بادرية مثل الخانوق. تمام؟ تشنج الحنجرة بتشارك مع التهاب اللسان المزمار انه ما له اعراض بادرية، وبتشارك مع الخانوق الفيروسي بالعلاج عكس بعضهم، بتشارك مع هاي بوحدة وهي وحدة. البكتيريائي التهاب القصبات والرغامة الجرثومي بتشارك انه مع الجروب انه له اعراض بادرية، لكن بتشارك مع التهاب لسان المزمار انه حرارة شديدة صرير سوء حالة عامة، والعامل المسبب عادة هو المكورات المذهبة ستاف اوريوس ضيفوها ما من ضافعي. عادة بنشوفه بعد الترقق التنفسية العلوية خاصة في الحفظ والانفلونزا، العامل المسبب هو الأنستاب أوريوس، المخبرية بترتفع الكريات البيض، العلاج هو فانكو أو كليندامايسين زائد سيفترياكسون، ما مكفي الكليندامايسين زائد سيفترياكسون وشخطها، إذا فانكو أو كليندامايسين وسيفترياكسون، ويمكن نعمل سحب مفرزات بالقصبات والرغابة، وما في داعي يستخدم هون الأرزاز والدكسة. إذا بيشبه الخانوق الفيروسي، بيشبهه انه له اعراض بادرية، وبيشبه بالاعراض والعلاج التهاب لسان المزمار. تشنج الحنجرة بالعلاج بيشبه الخانوق الفيروسي، وبالاعراض بيشبه التهاب لسان المزمار انه بيجي فجأة. واضحات هدول؟ طيب نحكي اخر فقره، الاجسام الجنبيه في القصبات شائعه تحت عمر 4 سنوات، اشع المواد ضيفوها هي البزر والالعاب، ولا تكون عم ياكل بزر عم ياكل تخليطه هي الاشع. الشكل التشريحي مخروطي عند الصغار بيشجع على هالموضوع. شلون بنشوفه؟ احيانا كنا نحن بيركين مع الولد عم ياكل بزر فجاه بتشردق، تمام؟ أحياناً بيجي بقصة من أسبوعين تشردق بعدها ظهرت عنده الأعراض. الأشعة بيكون بالطرف الأيمن، أخطر اختلاط هو الانسداد التام، هذا بتشوفه كتير، ولد فجأة بتقول لك أمو كان عم بيأكل، دكتور بطل لا يحكي ولا يسعل، حتى ما بيسعل، تمام؟ فجأة مرض كان ما فيه شيء، فجأة بطل يحكي ولا يسعل، هذا فكر بالاستنشاق الجسم الأجنبي. الأعراض على 3 مراحل، المرحلة الأولى ضيفوها بدئية، يعني رتبونا عفوا، الأعراض على 3 مراحل،
المرحلة الأولى هي السعال والغثيان والتهوع. المرحلة الثانية هي الأخطر، بيكون العرض نتيجة تعب من السعال، من كثر ما سال الولد بطل يحسن يسعل، هذا بالتعب تمام، مثل ما قلنا هذاك مريض الالتجفاف ما عم يشرب ماء، نقول انه ما هو طالب انه ما بيحسن يشرب وهو ما بيحسن يسعل بكثر ما تعب. ثالث مرحلة هي الاختلاطات، ضيفوها هي كلمة الاختلاطات. المرحلة الثالثة هي نفس دموي وزيت رئة بصير عندي. العلاج الأصغر الأكبر من سنتين مناورة هيلمينج لازم تعرفوها، نقف خلف المريض إذا طلعوا عليها اليوتيوب فيها مواضع كتير حلوة، ومنطبق ضغط على بطنه منشوفه مباشرة نفس الجسم الأجنبي، إذا بتنتبهوا بأفلام أجنبية كذا فرجوا كلية. تحت سنتين منحط الطفل بطنه على إيدنا ومنطبق ضغط إيجابي من ضغط بيطلع الجسم الأجنبي. في عندي قاعدة ذهبية بتكون كل وزيز مستمر، وكل وزيز ضيفوا كلمة مستمر لا يتحسن على الإرزاز، ذات رئة متكررة، خباص رئوي، نفس دموي، سعال منتج ومتشح منتج لبلغم، نفكر بجسم أجنبي. بشكل عام كل طفل عم يجيكم بتعملوا له رزاز ما بتحسن فكروا بجسم أجنبي. كتير صارت معي أنا جاري بحياتي العملية كذا طفل، طفل بزماله كان مشخص على أحد الزملاء أقربه، إجي عندي عملنا له رزاز بتحسن مباشرة، فكرت في الجسم الأجنبي ونظرناه وطلع بزرية قرب طرف اليمين. كتير تيجي يكون هاي طفل ما بتحس على الإرزاز فكره مباشرة بجسم أجنبي. قلنا وحكيناه سابقا إذا بالعملي الأطفال في سن المدرسة يعني اليافعين، أشع سبب للضائق التنفسي المفاجئ هي السرواح، صدر ضيفوها يا مكتوب أشع سبب للمشاكل التنفسية، لا هي أشع سبب لضائقة تنفسية مفاجئة. طفل راح على مدرسته صف أول تاني خامس سادس، فجأة دقوكم المدرسة الولد عم يلهت يا لحو يا ملحو، ضائقة تنفسية مفاجئة عند طفل يافع هي السرواح صدر عفوي، بصير عنده خفوت أصوات تنفس في طرف واحد، وزيز موضع، صليب موضع، وبلغم مدمى تمام. بصير الصدر بنشوف انسداد تام، بنشوف انخماص في الانسداد تام وانخماص جزئي، انخماص في الانسداد تام. طبعا بنشوف فرد وضاحة بالطرف المصاب أثناء الزفير. تمام يا جماعة، بس ترجع رتب الأفكار بجوز ذاته أنتو، نحن عم نحكي عن جسم أجنبي في القصبات كلها، بس ضفنا كلمتين إنه إذا عندي يافع وعنده ضائقة تنفسية مفاجئة مفكر بسرواح صدر العفوي. عم نكمل بالتشخيص للجسم الأجنبي. شو بنشوف؟ خفوت أصوات تنفس في طرف واحد في طرف الإصابة، وزيز موضع طرف الإصابة، صرير موضع، بلغم، بصورة الصدر إما بنشوف انسداد تام أو منشوف فرط وضاحة بالطرف المصاب أثناء الزفير. لذلك بلاقي صورة أثناء الزفير وأثناء الشهيق. كمان ببعطلكم صورة، الله أنا أخذها يسوي الفحص تخرج. أثناء الشهيق صورة ما فيها شيء، أثناء الزفير منشوف الطفل دخل الهواء، ركزوا معي فيزيولوجيا، في جسم أجنبي الهواء دخل إجري طالعه، في جسم أجنبي منعه من تطليعه، لذلك منشوف عنا فرط وضاحة أثناء الزفير لعدم تفريغ الهواء بشكل كامل وخاصة في الانسداد الجزئي. تمام، وايش بعود بيضغط؟ بيضغط على القلب والمنصب في بحرفه. اذا لذلك بالجسم الاجنبي تشخيصه نطلب صوره صدر اثناء الشهيق والزفير. التشخيص هو بالتنظير، هذا اجراء تشخيصي وعلاجي. قاعده ذهبيه بتقول ليس كل وزيز هو ربو، فكروا بالجسم الاجنبي. تفضل ابني. حد عنده سؤال ما سمعته ولا يشوف؟ سرواح الصدر حكيم شو علاجه؟ سرواح الصدر تفجير طبعا. علاج الصدر تفجير سرواح الصدر. تفجير ولا بصير بالإبرة بس يعني الله سرواح صدر إبرة حديث ولادي ويا كبير، يعني يمكن تشك إبرة لما تعود عن جراح كذا تعود على المشفى، بس عارف شلون، بس هذا حديث ولادي بالإبرة، هذا بده تفجير تحت الماء. طيب لأنه عم نقول يفع
منعيد وبنأخ ومنكرر الضيق التنفسي المفاجئة تحت الأربع سنين، جسم أجنبي فوق الأربع سنين، وعند اللي بورايقين واليفعان استرواح صدر عفوي، فكروا فيها دائما. واضحة يا زملاء؟ واضحة الفكرة؟ طيب الله شايف أنا الحين بيشين بشوي كويسة، إذا ضلينا على النمط بركي نخلص المنهاج مع المناعة هالفصل. هذا عنده أي سؤال؟ محاضرتنا يوم السبت 8:30 عادة 8:30 حسب أجي بالي من تركيا، يعني بس قبل 8:15 لا يعني بين 8:15 و 8:30. تمام يا زملاء؟ هذا عنده أي سؤال؟ الله يعطيك العافية. في 14 شخص حضور، سجلوا لي اسماء وبعثوا لي هون. تمام آسيا، انت مدير الجلسه، مين ومدير جلسه آسيا؟ يا دكتور سجلي لي اسماء وبعثي لي هون الخاص، وده بعث لكم صور، ذكروا لي بعث لكم صور على المجموع، صور صدى علامة البصمة كذا، بس بعث لكم هدول الصور. طيب يلا حدا عنده سؤال يا زملاء؟ لما هيك عفوا في علامات على الحضور لما هيك تسجيل. عفوا شو عم تقولي؟ هلا بجوز دعم العملي في الحضور، لما بيحضر نظري ندعمه في العملي، يعني ما بدي اعمل لكم فحص عملي بعدين ولا شلون؟ يا دكتور على اساس هيك في ايه على اساس في فحص عملي؟ طب تاكدوا لي الموضوع انه نحن اخر من يعلم بصراحه، شوفوا انه في فحص ولا لا. تمام ان شاء الله. ماشي يلا موفقين ان شاء الله. كانوا نحن من يعلم، ما حدا قلنا في عملي، يعني انا صراحه بس ما رجعوا اكدوا شيء. والله انا القرارات تطلع فجاه، اذا في فحص عشان نجهز حالنا. كل حال انا بسال كمان عمليه الكليه على الموضوع والدكتور عمر نشوف الوضع. ماشي يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موفقين إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.